مشاهدينا الأحباء، بتمنى لكم يوم طيب وراحة بال ورضا من المولى مجيب السؤال. اليوم رحت لاشتري وكية لحمة ناعمة من الملحمة، ومن عماوة الضوء والشوب بقول للحام يما بدي إياها ناعمة، كام رد علي قال لي خشنة، قلت له لا ناعمة، كام رد علي أخرى مرة وقال لي خشنة، قلت له لا 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 ناعمة ولك يا ولد وبعدين معاك، فكام قال لي ما أنت اللي كنت خشنة، قلت له ناعمة أنا كلت، وصار يضحك ويتمكلز علي هو تو صاحب الملحمة حما ابو وجه اصفر، شافني ختياره كان يسحب عليها فيلم، صار دمي يغلي وصرت اشوف الديك بريك، قلت له اسمع يا حبيب امك انت وبدي اعطيه بنفس، كان ضحك الولد وقال لي يا خالتي حكيت علي انا بمزح معك ما انت مثل ستي، قمت قلت له حس صباحك مسكع صباحك، بكيت بدمزعك عيار الكيلو يا خالتي اجيبك جوا الثلاجه قاعد، بس قلت اكبح يجي ماحك يا حجه وصفيه، وهذا بضل ولد وجاهل، وقمت عفيت عنه. فكان اجى هذا الولد تاسف لي وانا كبلت اسفه وروحت وانا بضحك، وهو تكمل شغله وهو تبضحك، وانبسطوا الزباين وانبسط صاحب الملحمه وانبسطوا اصحاب المحلات اللي بلزك الملحمه، وسيطر جو الفرح والسعاده على المنطقه وغردت الطيور وزكزكت الشمامير والملحمه سكرت. وتعالوا نتعرف على محتويات طبقنا لهذا اليوم والتي تتكون من رز منكوع، عدس مسلوق، كمون، عصفر، بهارات مشكلة وملح، وبصل مقلي بزيت زيتون لتقدح فيه كدح. وبعد ما عرفنا المحتويات اعرفوا لي الطبق من هالخيارات: 1 صينية بطاطا، 2 ركاك، 3 مجدرة. الله يرضى عليك.